اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، أي مثل يخلقت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يا عفديس الضعيف يقرد وخلق الإنسان ضعيفا، وإلا كان الضعف جنس ذي الجهدان ذي الضعيف، ولكن ذي الضعيف ذي نفسي أمام نفسه الزت نفسي ثينس كجيم ثنفسي ثينس تغلب أغفي عبد حاشا ماذا قلنا اللي سنقيا في الذخر أن النعم من سيدي ربيون يسدي إفكان يسدي رزق، ولكن ودي تخمي مالا غلوين لكن يسدي رزق لكن أكيد مثلا إذن معناه ألا يتقلب الزدخل من النعمة ويتسول المنعم أمك ما قد في سيدي ربي الصحة أتسروات الصحة نيكا تسول منك سيدي إفكان إياك تعقيد باليوم كل نعمة يدي فيك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا قد أتستعرفت باللي نمسك سيدي فيك يقرد قويس وما بكم من نعمة فمن الله كي يغيث مثلا إذن أتستعرفت باليوم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إياك سيدي فيك وتستعرفت باليوم دائما دكفوس سيد ربي مثلا يزمر ذاك سيكس لكن سيدي فيك يزمر ذاك سيكس كان يتمثل إذن إلى قد خمضيس أين العيام أتحمد وتشكر أتحمد تشكر ماشي كان سيميم خطر نسل إلى عباد الصدقاء الحمد لله والشكر لله، ولكن أتفض النعم أن نزل دفك سيد ربي سبحانه وتعالى ماشي ذين العيام يخدم ليس، ولكن ما تحمد تشكر العمل يقر سيد ربي قواليس يعمل آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. إن ما قد فكسيد ربي ذي النعمينك ما قد فكسيد ربي ذي النعمينس إلا قد خمضين العريس كما يتمثل ما الشينا ما الدريانا ما الصحة إلا قد خمضي خير أخطر ديسيوني وقت أكروحة النعم النعم ما الصحة أني أكتجك تطفت مغار ما الشيني أتقور أتمثلت أثي الدجار ماذا قلنا الدريانو تستوي ضريك على الاخر. إذن اين يدفك سيدي ربي ذي النعم الى اتسخم ديوين العري قرد سيدي ربي قويس وبالتالي فيما اتاك الله الدار الاخره. إن تسخم ايوين يتسدوما ايوين اكيدوما ماشي ديوين الكفاثا الدنيا تسفاثا هي ثمثن وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. إذن في حال ماذا قلنا يعمل العبد ايمانيش أذي تسرع الحقيقة غير في روعة من تيفا سيدي الزاد ساتي زرق فيا أتي تشوي كلاش باش أستخدم ثفاث أفريدني نستنور أفريدني سيدي حكم أي مثلا ذي النعم إذي فك سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يدري ثيد ماشي ديون الموضع ماشي ذي سين نعمة الأمن ذي هنا وليش الخوف أكذ النعمة الرزق وليش راس كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن دوناد كرم هذه في مانيش ذي يماني قلا ويقذرا ولا شي خوف ويتس الصحة لذي الجسينس إن دي ساعة القوث قوسن زر كان يثمثنا القوث قوسن إن دي خير ندني ثم الرسي كميس زر كان يثمثنا النعمة اللمان
نعمة لهنا ويشي خوف مقيت مريلي العبد دايما يتاقل على خطر ويصرر المضر ازدك السيانة غزدك السيانة ما يفغس الخوف ما يكشمسي خوف هذه ساعة دين إذن ويقان على خطر ذ الخوف خسرت كان مثل ماشي دوني تقيم إذن لا نعم الأمن النعمة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كي مثل النعمة غي حمي تسكي سيدي ويدي حمي الند الصحة العبد مادية في مانيس ويتسى السحارة ويتسى القذرة يعتبر النعمة كيف مثل غاس ما ذكر الابتلاءات كيف مثل اسم دي فيو سيدي ربي سبحانه وتعالى يعبد سيهيا أذي زار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يعبد ما ذي صبر نغيام لسيدنا أيوب عليه السلام إذا انتظر ما شحالك سعدام الابتلاءات استقرن إند وعنده قوت يومه إيسا أين ريتش إسريك سياز النينس أيث مثل يرنا الرزق قوس النين كان أيث مثل أي خطر العبد يسعى الإيمان وزرارة ماذا قلنا نسك النين في ديف ذي الحي نغا في ديف الدوي قاع شوية قنسي قزمر العبد أذي عشت ما عشتي الهان أذي شما قال القوت قوس النين العبد قصد يرزق سيدي ربي القناعة وثيد يرزق ذو كفوسيس وزديف كي فاركا ذو كوينيس ديفكا ولكن خسر في عبد ماذا قلنا ويومين على بلا ذيمث إذا تنذف في الرزق القرن قارون محسوف إذا نذف الرزق هاتي يكفون لها ذو القرون عند العبد قلنا وريد تعيش ذي هنا وريح بستي وخذ ما خطر العبد ذو الضعيف يحوج ذيك إذا المريف ذا شو مريف ذيك سياز يعتبر ذي النعمة خذ زرثية مثل سنة النعمة ثقيم النعمة للأمن أكد النعمة للمكزان لغن الطعام سريك سياز نيس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ملدي فك النعمة من الأمن ويكس الخوف وملدي فك الرزق ويكس الرزق معناه يحمل المجتمع لما تدفككن ويحمي العبد لما تدفككن ويحمي ثمرت لما تدفككن ولكن يثمثن يعبد مري اللي يحس نث النعمة ثقيا إلى قد يعبد سيدي ربي وإلى قد يحمد وتيشكر كيف مثلا تيقرد قواليس فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذن وين كيف كان جمان يكسك يخوف وين يكدف كان الرزق يكسك راز إلى قد عفض إلى قد حمض إلى قد شكر إلى قد ضوع أشي ما تسخذ ماذا من يعمل يكدف كان يكدف كسيدة ربي تسخذ ماذا وين وين نديرهم ها خطر سيد ربي يحواج سيين يفغى ذيين رصرح ذي القاعينس يفغى ذي رصرح غير العيفة ذي نس أكيد مثل أذي رصرح ذي القاعة وتسلال الفساد يقرد ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها أما ذي القاعة أما ذي الهوى أما ذي التجرة أما ذي كل حاجة أما أكد ذي الكون الدقيق أذي لين أذي رصرح أذي لين ويحوج ذي رصرح غير العيفة أسير المعاملة الحسنة غير العيفة كيف مثلا واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إذن العيفة ذث مثلا أي خطر ذرون آدم مرة ذث مثلا وبين المسلمين خاصة أي خطر تسجمت ديرنا نغف تسجمت إذن إنما المؤمنون إخوة كيف مثلا يحول سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هذه زر الصلاح ذخي من المجتمع البشري الدقيق أكيد كيف مثلا ولكن ماذا قال لك تشيني بلادهم النعم سيد ربي تستخدم الطط نغ المجتمع اللي يستخدم النعم سيد ربي وينوني هذا هذه يسحب النعم اللي زدي فيك نعم
أسي كس النعمة اللي يدي في ربي خزرت كان إذ ماشي شدي قرصي دي ربي الخالق سبحانه وتعالى في سورة النحل أتسي ليوث تدر نغيوث تمرث إذ كيس سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي النعم إذ كيس دي هنا إذ كيس الرمان ولا شي الخوف ويرنيز دار رزقيس أكيد مثلا ولاش راز ولكن العيفة ذنيا المجتمع ذنيا ويستخدم النعم من سيدي ربي وين العين سيدي ربي يسحب في الناس النعمي أزدير ذي الخوف أزدير نور راز أكيد مثلا راز سرغلاوي راز سرقلان راز سرقحت أذي يسحب سيدي ربي الرزق اللي زندي سكاكن يقرد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قويس في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أكيد مثلا إننا يقول سيدي ربي المثل جيوث تمورث إفكاز ضربي ذي الخريس إفكاز ضربي لمان وتسعر كل خوف إكسس سيدي ربي الخلق سبحانه وتعالى أكو أي نساء ثقواذ أدي يهجم في الأسواع ذاو نغذي اليوين ألا سيكسن لمان لتسعى كنيا ألا تسعيش في يمان ويشي خوف تهنان العباد إن دي تسسي سيد الرزقيس إذن كل ثمور تسسي سيد الرزقيس كيف مثلا إذن الأمن أقدر رزق يأتيها رزقها رغد من كل مكان إن مباد فكفرت بأنعم الله مباد تخفر ثمور ثقيا سنع من ننسي ذي ربي مباد اغضيت في الله سخلق سبحانه وتعالى العقاب يكسس لمن يريز دي خوف مباد ارز مرضات حرفة ارز مرضات تصغ ارز مرضات كشمغ ارز مرضات فغض اكان غيث مثلا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يفكيز سيد ربي سبحانه وتعالى راز ذي القلة لمن يعني الخوف سبحان الله ما قلكش شي نغ بنادم ماذا قال في اللوزو غص فغيض تصفوض داوي ذا الرزق مي لكن الا الخوف زمر ذا تصفوض ام كان تخذ مض يند فاذاقه الله لباس الجوع والخوف يستخدم الكلمه يقين من اللباس اما كني سنثر بلوثقين الخوف اكذ راز تمارسي وثيثني يرسي حفظ أماكن يرسد أماكن ثرسد القشي ثرسد تركويني أقدي الزيان كل جهة هذا أقدي الزيان أما الجهة ذي فوست أما الجهة الزيمات أما الذفيريك أما أرزاتيك يتفعيك ندث فوق تروح ندث فوق تريد دايما ثلوصة دايما ثقادة غصت فغضتك صدرازني ولكن قرعك الخوف الزمر ذات صفوت أمشي ذا الرئيس كما يثمثن إذن يقنع قيك بلي النعم من سيدي ربي إلى قد تنستقبل سالرضا سالمحبة سالحمد الشكر نحمد سيدي ربي أثنشكر ونخدم سوي نغدف كسيدي ربي سبحانه وتعالى ذي النعم ذي نقريجين ذي الصلاح ذي قاع ذي نيجين ذي الصلاح إيجار العباد أي مثلا ذي يكين إفيك تكمل أي مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد بعد الآية يندنو دركة في سورة النحل يندو لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون المعنى أي مثلا تقدرني درس على سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى بشخ من رصي حذيقة بشخ منك بشخ عن سيدي ربي نظر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ولكن ذي العكس يخذ من او سيد ربي سبحانه وتعالى عوقب اثنين خزر فيه مثلا امهي دي تكميل دي قرى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يند اتشث ذي الرزق سيدي ربي ذي حياي قين إلا ذي حياي يند ثحمذم شكر ثحمذم شكر سيدي ربي يكون ذي رزق ماذا قل هذا الصح ثعف ذمت سبحان الله. إذا نيث مثلا نعم سيدي ربي أتنستقبل الحمد أكد الشكر وثنضوع وثنافذ ما قلت كان أيث مثلنا الصورة يدق سيد ربي ذي القرآن الكريم صورة قريش يهدرت فلاس يقرد لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله إند ثفغان يتفغن بلا الخوف خشمن بيا خوف صرحون اندسن عجبن بيا خوف إند فكغسن الهيفان فكغسن الحرمان سوخا مني نوني ساغا كندينا الكعبة كيف مثلا أخطر سحجون مرة لعيفة دوني ثغر غرس وتسوين در رزق مرة لعيفة دوني ثغر دينا يتكد ذيم كل جهة ذي الجهة دوني يتصوض يلا رزق يتصوض ذني كيف مثلا إذا عاشنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم إنس رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. سبحان الله إنس رب اجعل ذا مكان اللمان سمورث اللمان ونسعى على الخوف إند إنس وسيد ربي فكزن ديال الرزق. سبحان الله سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى استجبد الدعوة سيدنا إبراهيم الخليل يقرد قواليس أولم يروا أن جعلنا حرما نامنا ويتخطف الناس من حولهم يند وزرنا لبليم في كغزن ثمورث مكة المكرمة يند في كغزن ثمورث يسعى للأمان وليش يخوف ويزمير أدي وثي عوذ يعني غادي يتعدينا في الحرمة قم كان يند ويزم حشد زمرث ويزمير يند ويند شوين دشو الله يضرونه سيف عد ثمور النظام هكا ايث مثل. اذن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يخذ ماشي قريش الهيفان يخذ ماشي سم يخذ ماشي حرمة اتصفغن هتشمن ما قيت يعني ايث مثل يفكيسن رمان ولاش الخوف وينازن ذا الرزق الذي هتشم ذي مكل ثمور ذي مكل جهة ذي مكل وقت غسك النيم أيث مثلا خطر ثمورث المكة المكرمة ماشي ذا مكان اللي تسكي قاع القاعش وتسكرا سيدنا إبراهيم الخليل إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ذا مكان وتسكر القاعينس معناها الرزق يكتسين دينا ذي مكان تسوين تيد امزدغيش دي التجارة تصرحون السنة الرحلة في سعام ذوك سقواس في نشتوان تسالنا الجهة اندي حماي حي ذي ثمورتنا اليمن وذي قنفذون تصرحون غير ثمورتنا الشام ولكن غسكني فادو مشوار ولكن وتسوذنا رام ولاش يلعب ذيك زمرن أدي تعدي في اللسن يقدر نسقط تاني وفريد ما كان سقط تاني وياض نظن ولكن نثني ما تنظرن أهل مكة وزمرن ذي سنسقط تاني خطر زكا نثني طفي حوجة ذروح ندحو جندينا أم كأخذ من كيف مثلا يخذ مثلا ربي الحرمة لأهل مكة واستعرفن بالليم السيد ربي سبحانه وتعالى نسنخذ من الهيفاك كيف مثلا
الهيفاقين إيش نخدمك أسيدي تسدر دي الصورة إلا نقفيس الصورة صورة الفيل بعد دنو غاي غورس بفضل الله وبرحمته ما قلت كان يثمثن الهيفا إيش نخدم سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى لأهل مكة سفغان كتشمن في لامان ولا شي الخوف صرحون دسني عجب في لامان ولا شي الخوف والرزق يتصوذثني دي من كل جهة وإذا ديما قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الحاجة سعان ألفوا هاتين الرحلتين سنث أنا الرحلة ثقيا صرحوا لي ستصل الفرح والسرور الإطمئنان ذيهنا وتسقوذنا ذا وسعد الشيء وقذنا سنس قطع وسعد الشيء تسقوذنا تسقوذنا أدي تجرأ كجنو فراني فلسن كيف مثلا هذا روحنا دوينا الرزق نسن رزقا سنة التجارة ما كدنا لك خطر خير نسنو دي سكارة من بعد سيد ربي سبحانه وتعالى يتكمل إن يسا فليعبدوا رب هذا البيت على خطر رب هذا البيت سيد ربي دقيقا دقيقا دوني ثمرة والله إن يسا مشيد ذي الكعفانية كعفا لي ميسين الصوار تسينا غير عفدن ولكن دوين دقيق الكعفا دوين كسر سن اخام مزوار سيدي ربي ذينا كان يتمثل ماشي ذي الكعفا ما تدعوض تدعوض غير سيدي ربي دقيق الكعفا ها فاذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله كدينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تدعوض غير سيدي ربي ما استعنت استعان سيدي ربي كان يتمثل ويقرص ربي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إذا كتشيني كان نعبد وإذا كتشيني كان إسر نستعين أكما يثمثن معناه ماشي مثلا الحرمة الكعفة هذا الكعفة غير عبد خطي هذا عبد وين سديف كان يحرمني فليعبد رب هذا البيت خد زرت كان خطر البيت كشي مين البيت الحرمي جينا يمدينا فليعبدوا رب هذا البيت رب ذاك من الربوبية معناه نتسي من عن معناه نتسى آسي حذرني معناه نتسى أري قرآن هذا وفلاس رب هذا البيت كيف مثلا الخطر أم كيسي من عن يقارد ذي الصورة إلا نقفيسة ولان العلماء دي قارن نحسب ذي الصورة مرة صورة قريش غاسا كتم استفاعت ولكن صورة قريش ولنا العلماء نظن ننشي ذاك مليت كمير الصورة ثم زورتها الصورة السنات ها يقرد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش لإيلافهم كيف مثلا يتسمى أما كنا نحب سر الصريقين فجعلهم كعصف مأكول يتكمل قفالة لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف معناه ميسي نقل مطرة ينيس الرسول صلى الله عليه وسلم ينيسو الزري ذرا انسى في الحقيقة ويزرارا خطر ذي عامل في النذغة بدتي جيوي ويحذر راه يا 15 يوما ولا 45 يوما مختلفنا العلماء ديكس يديروا من بعد حادثه الفيل مثل ضرة ثقيل ولكن معناه مشينا الم ترى ايمانين الم تعلم ولكن يسخذ ما الم تعلم يسخذ الم ترى المعنيين ما كيد يخبر سيدي ربي ما كيد السعي سيدي ربي سبحانه وتعالى اما كنت صرت شوالني اما كنت الم ترى اذا اخبرتك بشيء فانا عينك أما كجسدي نقا إصدقار أما كنزدين الرسول سيد ربي الخالق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتك أو أعلمتك بشيء فأنا عينك أما كنت صرت سوالنيك أتسكت بذلك وتسكت بذلك ساكت السعلمة كيف مثلا قرد ألم ترى كيف فعل ربك فعل ربك ذا شك خذم سيد ربك دقيقا سبحان الله خطر مادن فعل الرب يسعانا زيام قرحان الرب من الربوبية من القوة البطش القهر الجبروت ولش ويسيزمرن الرب ولش ويسيزمرن ذي القوة ولش ويسيزمرن ذي كل
كل صفة ولو شوي سيجمر سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى. إذن ما دينت فعل ربك إذن الخذ الفعل يدخل ما كي سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى يجمر في خدمية والنظام. فعل ربك معناه ويجمر في خدم غيره. فعل ربك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل يثمثن أبراها الحبشي الملك الحبشة إقفغان أذ يهذم الكعبة أذ يسترم الكعبة ويفنان أخام ذي ثمرثنا اليمن يفغان تحجون الغرس يغاشي أذ يوخر العبادة في الكعبة الكعبة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ويروح يقيد الجنود دينس يقيد الفيلات الفيلات مقرنا باش يعني أذ يسترم الكعبة ولكن يمد يقود غير ذي النهار مشارف المكة أهل مكة روين فغن سينا كما زرنا نشتنيا للجنود وكذا الفيلات اللي يقول رولن ايذ مثلا فغن مكه المكرمه من بعد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تكس تكلفنش الدفاع المكه المكرمه يفكيزن سيد ربي تير ادي تسوي ازرا ادي تسوي ازرا ذي شو من قرنينس وكر قرن ثلاثة يزرع سين ذي قدر نشيون ذي من قرنينس من بعد سنة ما دي وضر لنا ثنيد ذكر ولكن ونادي يحقن يثمثن الصاعقة يقنع قيكين خطر الجنود الجنود سيدي ربي مرة وما يعلم جنود ربك إلا هو تيرد الجنود سيدي ربي أذرال الجنود سيدي ربي أزرود الجنود سيدي ربي الحيوان الجنود سيدي ربي يونو يزرعنا الحد من الجنود سيد ربي سبحانه وتعالى. إذن مكرق وين إفار الدرس وزرني هذا ذكرنكني أذ يغي أذ تفتت أذ يغي أما ريم أما الحشيشني يقرنك يرز يتوعفس أكناث فاث مسلتيس كما يثمثن وثقين ثقين هذا المعجزة إزدفك سيد ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة من بعد القسمة تظهر حادثة الفيل انزيد القرآن الكريم ولكن لن لعفذ ذي قرش ذي نغي حذرا إذا سعن 80 سنة حذرا إذا سعن 60 سنة حذرا ولكن ينودي كرارا أسين ذي كثبه قدنا ذكا خطر حذر ناس سبحان الله ثقي يعني الدليل الواضح في النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم تجي إذن ديف كان باش أتستعرف أية مثلا ونشتني كامل أية مثلا إذ يغضر في اللسن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في الجنود كذل في لثن إذ يقول كنين أبرها الحبشي وغال نموثن مرة كالذي نموثن يقار ألم نجعل كيدهم في تضليل معناه إذا قلنا كانت من نثق من قوين نديري كامل وثن الصوت غير غالف غونسن الرخ المرة في الخسارة كيف مثلا أدي قال خزرتي شي تمنين قوين نديري أمي قال رحت تروحي نسن سيرك من نسن وقوذنا غالف غونسن الله أكبر ألم نجعل كيدهم في تضليل. إذن الدفع أف خميس وإذن استقيس يخذ من الحرمة لأهل مكة قريش كيف مثلا خطر قريش شمس قرن قريش من التقرش من التكسب ذي التجارة قسم يذكرنا يسعيشين خطر القعان سنو وتسكرة سيد رب الخلق سبحانه وتعالى يمنع الكعفة ذي أبرها الحبشي يقر فأرسل عليهم طرن أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يسجد المرة يقر لإيلة في قريش معناه لين لام التعليل لام التعليل باش أذفغن قريش أهل مكة أذفغن في يمان أذرحنا التجران أذرحنا أذكشمنا أذفغن لتساقوذنا لا خطر لكون يقضغ اللفغيس وقدر رحنا كذي هذا ملكا فان لهيفان مكة نصروح لهيفان أهل مكة نصروح من بعد زمان لث أما ذات واخرين أما ذا فراني ويستعرف عليه السن أهني دي تقرر هذه التجارة ثنسان يزرب اللي مساعد شاس دي سن كيف مثلا ولكن الهيفان يستخدم سيد ربي سبحانه وتعالى الكعبة يجعيث يحن في يمان
يحون ورتسقذنا لا مثغن ورتسقذنا لا مكشمن ورتسقذنا لا في التجارة نسن صرحون ذي الشتوى اليمن الرحلة اليمن وذي قنفذون صرحون الرحلة الثمورة الشام تجارة نسن صرحوا دائما بسلامة بسلامة شوغي مثلا أكيا إذن يخذ مسجد ربي الحيفان أي مثلا خذرت كان أمشي سكمي سيدي ربي سبحانه وتعالى قرد فليعبدوا سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت معناه وإنك نتي من عنكني رب هذا البيت وإنك نتي من عنكني ذا أبراه الحبشي وإنك نتي من عنكني ذا سدر مدر حنا ذا سدر من وين نتي حومان وين نتي فكان الهيفان ويفكيون الهيفان يكونوا بيه أكان يتمثل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وينك نغيون دفكان الطعام يفكيون دي مكيا يكسون الراس ويفكيون دجامان يكسون الخوف الله سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من الذي يفك النعمة من الأمن ويكس الخوف ومرد يفك الرزق ويكس الرزق معناه يحمل المجتمع لما تدفككن ويحمي العبد لما تدفككن ويحمي ثمرة لما تدفككن ولكن يثمثن يعبد مري يحس نثني عمثي إلى قد يعبد سيدي ربي وإلى قد يحمد وثيشكار كيف مثلا تيقرد قواليس فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذن وين كيف كان جمان يكسك يخوف وين كيف كان الرزق يكسك الراز إلى قد عفضض إلى قد حمضض إلى قد شكرض إلى قد ضعض ذيك في دي قرف اللي يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ويثمثن أنشتقيني لق أنحمد سيدي ربي أثنشكر أنظر في سيدي ربي الأمن ذي الأمان أنظر في سيدي ربي سبحانه وتعالى أغدفك الرزق الكفوسي سغي كسراز واثنى عفذ واثنى حمذ واثنى شكر وانتقام الواجبات أنخذ أن يريد قفري ذي سكني تيقي حي ذي قنران زريث مثل أنوي بالليم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إيقاذ أنطيذر أنسنذر أنسمقير ثكسة من الخوف أكتكسة اللاز الغير سيدي ربي أثنى عبد وأثنى شكر ونحمد سيدي ربي سبحانه وتعالى وثنشكر ذي النعم يرضي فيك ونضيف غرغرس أغيش دوم الأمان أغيش دوم الأمن ذي الأمان وذي بعد في الأغياز أغدي في كثوات أكنا يتمثل الدليل الواضح ذا جيني يسكنات سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى القدر ينس أكنا يتمثل القدرة ينس أمشي دفعة في الكعبة أمشي دفك الهفظ الحرمة الكعبة أو كذ قريش ويفكيزن ديامان ويكسسن راز إذن نشتكي ينسي لقدس عفذم وقيون دفكنا كالخيرية الخطر وين نثنى في ذران أيث مثل أسكس الأمن أسكس الأمن وزدير نور راز غنجر بيجي ممنين أيث مثل وثقرا أيث مثلا أدنيني باللي سنث النعمة ثقين إديو درسي ذا ربي الخالق سبحانه وتعالى سورة قريش سورة الفيل نعمة لمان ولش الخوف والنعمة الرزق ولش راز ذي كفوس سيدي ربي اللات ماذا قلنا ذي العباد عفذا سيدي ربي سلحق ثبان ذريديش ضعن في محمد صلى الله عليه وسلم سيدي ربي سبحانه وتعالى صرحمين سلواسعة أثنى ديارزق سنعمة لمان
وسنك سي الخوف وسن نعمة الرزق هذه فك فلاس نراز ماذا قلنا غيث مثلا فغناز دي سيد ربي سبحانه وتعالى ذي خصما وخلفا وين اثنين دقيقا وخلفا في محمد صلى الله عليه وسلم أذل من كان غفطار وحي نسن أيث مثلا يزمر البعيد عن جرب بيجي المؤمنين هذه كس وذي يرفض النعمة اللمان ودفكي خوف وذي يرفض النعمة عن الرزق الدفك راس أغن جرب بيان أيث مثلا أغن جرب بيان ينجو المؤمنين ينجو ثمور ثنغ وينجو ثمور جنسي من جميعا. طيب إذا سيد ربي سبحانه وتعالى نغضي في كيهنا عندك فوسيس طيب سيد ربي سبحانه وتعالى أذي كسر غران أذي كسر بران أذي كسر راز فلانغ وجميع بلدان المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.